السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدينا هذا الموقع الخاص بإعطائنا بطاقة افتراضية أو بطاقة بلاستيكية، بطاقة فيزا طبعا. اسم الموقع هو سبيكترو كوان، وكما تلاحظون فالموقع يدعم الأورو ويدعم الدولار. كأول خطوة نبدأ بها، سنبدأ إلى التسجيل. يجب التسجيل في هذا الموقع. نضغط هنا على زر سينج اب، هنا هذا الأخضر، نضغط عليه من أجل التسجيل. إذا كما تلاحظ هنا الموقع، يمكنك التسجيل عن طريق الفيسبوك مباشرة أو عن طريق جوجل بليس. أنا لم أفضل هذا. إذا نتسجل عادي، يعني بالإيميل. نكتب الإيميل الخاص بنا هنا، نكتب هنا الإيميل وهنا كلمة السر، ونعيد كتابة كلمة السر، ثم نضغط على أنك لست روبوت. نختار الصور من هنا، ثم نضغط على سينك أب. إذن بعد التسجيل مباشرة تدخل إلى هذه الصفحة. يقول الموقع هنا، يعني يجب الذهاب إلى الإيميل أو إلى علبة الوارد للقيام بالضغط على رابط الموقع من أجل التفعيل. إذن نذهب إلى الإيميل الخاص بنا، ثم نضغط على الرابط. لاحظ معي هنا هذا الرابط هو الذي تضغط عليه. نكتب هنا الإيميل وكلمة السر، ونضغط على لوغان لأجل الدخول إلى الموقع. يعني تنبيه، في حال أردت عند التسجيل يعني ووضع كلمة السر، يجب أن تضع على الأقل حرف ماجيسكيل، حرف كبير، حرف ماجيسكيل. اكتب حروف وأرقام، وحرف ماجيسكيل يجب أن تكتبه، وإلا لن يقوم الموقع بتركك التسجيل. إذا هذه هي صفحة الموقع كما تلاحظون هنا. إذا كان لديك مال ستجده هنا. إذا لشراء البيتكوين نضغط هنا على باي بيتكوين أو بيتكوين. إذا هنا تختار العملة التي تريد، مثلا الدولار. تكتب هنا مثلا كم تريد، وعندما تضغط هنا على إذا هنا كما قلنا، في حال أردت شراء البيتكوين من الموقع، وكان لديك المال في الموقع، طبعا إذا كان لديك المال في الموقع وأردت شراء البيتكوين، إذا تختار من هنا كما قلنا هنا العملة، تختار العملة التي لديك أورو أو لديك الدولار، ثم هنا تكتب كم تريد شراء، كم لديك يعني من المال الذي تريد أن تدفعه لشراء البيتكوين. ثم تأتي إلى هذه الخانة، تضغط عليها ويعطيك كم ستشتري الثمن الذي وضعته، كم سيشتري لك من بيتكوين، ثم تضغط على سيبميت ويتم الشراء. في الحالة الثانية هنا في سيل بيتكوين، إذا هنا في حال كان لديك بيتكوين،
في حال كان لديك بيتكوين مثلا، لديك يعني 1 فاصل مثلا بيتكوين، وأردت شراء أو تعويضه يعني بالدولار مثلا، وهنا كما تلاحظ في الخانة الثالثة يعطيك يعني كم يساوي 1 بيتكوين. 1 بيتكوين كم يساوي في هذه اللحظة؟ يساوي 409 دولار. في حال كان لديك 1 بيتكوين وأردت بيعه، ففي هذه اللحظة يساوي 409 دولار. تضغط على سيبميت ويحول لك البيتكوين إلى دولار. إذا وكما لاحظنا فالموقع يحتوي على مزايا كثيرة، منها البيع والشراء. نمر إلى بعض المراحل الأخرى. مثلا هنا البالانس والهيستوري يعني حسابك. هنا في سند بيتكوين، في حال أردت إرسال البيتكوين إذا تكتب هنا كم تريد، كم تريد. دائما مثلا نضع 1 بيتكوين، أردنا مثلا إرسال 1 بيتكوين إلى المحفظة، إلى أي محفظة. هنا عندما تضغط على هاتين يعني الأور والUSD يعني يقوم بتحويل البيتكوين، يعطيك يعني البيتكوين كم يساوي في الأور وكم يساوي بالدولار. هنا تقوم بلصق المحفظة، رابط محفظتك أو المحفظة التي تريد إرسال البيتكوين إليها، المحفظة التي تريد إرسال البيتكوين إليها، وتكتب هنا كم، بشرط أن يكون لديك البيتكوين هنا في البالانس. في حال أردنا استقبال البيتكوين نضغط هنا على ريسيف بيتكوين. لاحظ الموقع هنا كذلك يعطينا رابط محفظة، هذا رابط محفظة تأخذه وتضعه في مواقع ربح البيتكوين إن أردت ذلك، وترسل مباشرة إلى الولات هنا أو إلى حسابك هنا، أو يمكنك إرسال المال، إرسال البيتكوين من مواقع أخرى كإكزابو مثلا إلى هذا الموقع لتحويله إلى مال أو لتشغيله في أي شيء آخر. هنا في الفيكسد صند هنا في حال أردت إرسال المال، في حال أردت إرسال المال بإحدى العملات مثلا الدولار، تكتب هنا كم تريد وتكتب الإيميل هنا وتضغط على سيبميت. هنا في الديبوزيت، في الديبوزيت هنا في حال أردت سحب المال إلى الموقع، إذا أول شيء البيتكوين، تضغط على ديبوزيت بيتكوين، وكما قلنا هنا يعطيك رابط المحفظة، ترسل إلى هذه المحفظة. في حال كان لديك هاتي، لا أعرف يعني كيفية العمل بها. هنا إذا لاحظ معي عندما تصل إلى هذه المرحلة هنا سيقوم بإعطائك هذه الصفحة، لأننا لم نقوم بإكمال التسجيل. إذا نعود إلى هنا إلى البروفيل أو إلى فيريفي، نضغط على فيريفي، لاحظ معي، ونقوم بإتمام المعلومات. هنا تختار يعني بيرسونال، تتركها بريفات بيرسون. هنا تكتب الاسم الخاص بك، وهنا الاسم الثاني أو اللقب. هنا تكتب التاريخ الميلاد، يعني تقوم بتحديده عن طريق هذا الزر. هنا تختار البلد الخاص بك الذي تقطن فيه،
تكتب رقم الهاتف هنا وتضغط على إبدأ فيل. سأقوم بذلك. إذن بعد ملء المعلومات الخاصة بك كما قلنا تضغط على إبدأ فيل. هنا يقول عندما تقوم بملء المعلومات والضغط على إبدأ، لاحظ معي الموقع، يعني الموقع صار في المعلومات. إذن سيرسل لك الكود إلى الإيميل. يجب الذهاب إلى الإيميل وتقوم بنسخ الكود ولصقه هنا. نأتي إلى الإيميل. إذا لاحظ يأتي الكود. إذا هذا هو الكود نقوم بنسخه، كوبي، نقوم بنسخ هذا الكود الذي أرسله لنا الموقع، ونعود إلى صفحة الموقع هنا ونضع الكود، ثم نضغط ثانية على سيبميت من أجل تفعيل الحساب بالكامل. إذا هكذا تم بنجاح. إذا نعود إلى الحساب. إذا في حال أردت سحب المال إلى الموقع تضغط هنا على ديبوزيت وتختار من إحدى هذه السحوبات، إما عن طريق البيتكوين أو هنا، يعني لا أدري ما هي، أو هنا عن طريق يعني فيزا كارت أو بنوك، أو هنا عن طريق الكوبو أو يسمى ب يعني البطاقات. في حال أردت سحب المال من الموقع تضغط هنا على ويدراو. كذلك هنا يعني تقوم بسحب البيتكوين أو إرسال المال إلى البنك، هنا عن طريق يعني شيك أو الأوك باي، هنا إلى بنك الأوك باي أو البرفكت موني أو الباير، أو عن طريق الكوبون أو تسمى بالبطاقات. في حال أردت إذا في حال أردت طلب البطاقة تضغط هنا على Order Card. إذا كما تلاحظ هنا DB Card Order From. هنا البطاقة البلاستيكية بثمانية أورو والبطاقة الوهمية أو الافتراضية بواحد أورو. إذا تنزل أسفل، إذا تختار هنا الدفع، يعني بماذا تريد أن تشحن الحساب لطلب البطاقة، يعني بالبيتكوين أو الدولار أو غير ذلك. هنا تختار البطاقة بأي تكون، بالأورو أو باليو اس دي. هنا تختار بلاستيكية أو فيرتيال، يعني افتراضية، هكذا افتراضية وهكذا بلاستيكية. تختار هنا، تلاحظ هنا الثمن يعني كم، هم يقولون 8 دولار، وبالرسوم تصبح 8.97. في حال الفيرتيال يعني 0.56. وتكمل بقية المعلومات.
ثم تضغط على Order. تقريبا هذا ما في الموقع، ما عليكم إلا بالتسجيل، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.